إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وقام وأفضل من حج وصام، والمبشر بالوسيلة والفضيلة ومحمود المقام، ألا وهو سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله. ولكن أيها الإخوة الأحباب، نحن اليوم على موعد لكي نعرف جميعا كيف كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر، وكيف كان يقدر ويعفو. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوذي أحد على وجه الأرض كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وما صبر أحد على الإيذاء كصبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حينما كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو، لأنه هو الذي قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا سريعا نعرف كيف كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى منبت الأزدي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حثى عليه التراب، ومنهم من أخذ يسبه حتى انتصف النهار. إذ بجارية تأتي معها إناء فيه ماء، فيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي ونفسي التي بين جنبي يا رسول الله. يقول لها: بنيتي، لا تبكي ولا تخشي على أبيك غيلة ولا ذلة. قال منبت: من هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى البيهقي عن عبد الله بن جعفر أنه قال: لما مات أبو طالب عرض سفيه من سفهاء القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، فأخذ يحثو عليه التراب حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فإذ بإحدى بناته تأتي بإناء فيه ماء، فيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ويقول لها: بنيتي، لا تبكي، إن الله مانع أباك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذى ويصبر، لأنه كان يدعو إلى الله على يقين وبصيرة. فروى ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت القوم يأتمرون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كيوم ائتمروا عليه وهم جلوس في ظل الكعبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، إذ يقوم أشقى القوم من بينهم عقبة بن أبي معيط، فيأخذ رداءه ويضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه إلى ركبتيه، حتى دنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ساقطا، وتصايح القوم وظنوا أنه مقتول. إذ يأتي الرجل الأول بعد الأنبياء وصديق هذه الأمة سيدنا أبي بكر الصديق، ويدفع هذا الشقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا قوم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هكذا كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وحدث له ما حدث من كبار الطائف أو سادة الطائف بعد أن استهزأوا به، بل وأغروا سفهاء القوم وصبيانهم على أن يقذفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة: فداك أبي وأمي ونفسي التي بين جنبي يا رسول الله. فيسيل الدم من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ملك الرياح ويأتي ملك الجبال، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم على الفور وفي التو واللحظة أن يأمرهم لكي ينتقموا من هؤلاء السفهة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك ويقول: لا،
لماذا لا يا رسول الله؟ لأنه قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وقد كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في إحدى الغزوات ونام تحت ظل شجرة وكان معلقا سيفه في أعلاها، فيأتي أعرابي ويستل هذا السيف أو يأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه ويوقفه بجوار هذه الشجرة ويقول له: يا محمد، أي الأعرابي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني الآن؟ فيقول له: يا أعرابي، يمنعني منك الآن الله. إذ بالأعرابي ترتعد أطرافه ويقع السيف على الأرض من يد الأعرابي، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتتبدل الآية، فالسيف الآن في يد النبي، والباغي والمعتدي هو الأعرابي. ولو قتله النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه ذنب ولا إثم، ولكنه هو الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعدما أخذ السيف وتبدلت الآية والسيف الآن في يد النبي، سأل الأعرابي نفس السؤال الذي سأله إياه وقال: يا أعرابي، من يمنعك مني الآن؟ فقال له الأعرابي: يمنعني منك الآن عفوك وصفحك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي للأعرابي، قال له: يا أعرابي، إني قد عفوت عنك. فإذ بالأعرابي يقع أو يخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي بكاء شديدا حتى بلل لحيته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. أسلم الرجل مع أنه جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الباغي وهو المعتدي، ولكنه أسلم بماذا؟ بعفو النبي وبسماحة النبي وبعفوه عند المقدرة. حينما قدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، فما كان لهذا الرجل ولهذا العقل إلا أن يؤمن بهذا النبي وبرب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فذاك أبي وأمي ونفسي التي بين جنبي يا رسول الله. وهذا الموقف، وبه أختم، لحبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن السعنة. هذا الرجل كان من أحبار اليهود ومن رهبانهم، فقال: إنني قد علمت جميع علامات النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علامتين اثنين. وما هما هاتين العلامتين؟ أن حلمه سبق غضبه وأن علمه سبق جهله، ولا يستطيع أن يعلم هاتين العلامتين إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فصار في طريقه اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا عمر وبضع من الصحابة، فمسك بمجامع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا بني عبد المطلب، أنتم أهل مطل، أنتم أهل مماطلة في دفع الدين الذي هو عليكم. فاستل فاروق الأمة سيفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال له: لا يا عمر، نحن ندعك لأمر أكبر من هذا، فعليك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. الله الله، هكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حير العالم بهذه الأخلاق. ولما لا، وهو الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. يا عمر، انظروا إلى الفرمان، يا عمر خذه إلى بيت مال المسلمين واعطه حقه، واعطه حقه، وزده 50 صاعا جزاء ما روعته. ثم بعدها ما كان من فاروق الأمة رضي الله عنه إلا أن ينفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه إلى بيت مال المسلمين ليعطيه حقه ويزده 50 صاعا جزاء ما روعه. هذا هو فرمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لفاروق الأمة إلا السمع والطاعة، فأخذه إلى بيت مال المسلمين، فذهب هناك ليعطيه حقه ويزده 50 صاعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكنه أبى ورفض وقال له: يا عمر، والله ما جئت هنا من أجل المال، ولكنني جئت لأنني علمت جميع علامات النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا علامتين اثنين: أن حلمه سبق غضبه، وأن علمه سبق جهله. وقد كان يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهدك يا عمر أنني تبرعت بنصف مالي لبيت مال المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. أسلم الرجل ودخل الإسلام وتبرع بنصف ماله لبيت مال المسلمين، لماذا؟ بعفو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بإشارة من أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى فاروق الأمة يطيح بعنق هذا الرجل، ولكنه يأبى ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حينما تمر عليه جنازة يهودي، فيندهش الصحب الكرام ويقولون: يا رسول الله، لما تبكي أو لما تحزن؟ هذه جنازة يهودي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا ذهبت مني إلى النار؟ الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نحزو حزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون رحماء رفقاء على كل عاص. أيها المسلمون في كل مكان، إياكم ثم إياكم أن تحتقروا عاصيا، فأنت لا تدري ما الذي يخبئه لك القدر بعد قليل. فعلينا جميعا أن نحزو حزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني أدعو في نهاية هذه الحلقة، فأمنوا على دعائي لعلها أن تكون ساعة إجابة. اللهم ارحمنا جميعا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يرونه على الحوض يا رب العالمين، فيسقينا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما.